ايه رايك في الوضع اللي احنا عايشينه انت بتتكلم على احداث ولا على الحادثه سلام سلام شوفوا يا جماعه الصحفي الكبير الاستاذ لا معلش شوف ما... اللغه هي حادثه حادثه هي حادثه مباراه اثيوبيا حادثه طبعا وكان ممكن تنتهي 5 0 6 0 صح كنا بنتكلم قبل الهوا بشويه يعني امم الفرق في الكوره ما بين 2010 و عشرين عشرين أو عشرين لما كنت أنا شخصيا لما كنت باجي أفسر عايز أفكر إحنا إزاي كسبنا كاس الأمم ثلاث مرات بلعيبة مش محترفين مم. يعني القايمة بتاعتنا كان فيها ثلاثة أربعة صح. بينما بنلعب قدام ساحل العاج كاميرون أي فريق صح. نيجيري كله غير كله كله 23 محترف صحيح طب إزاي إحنا عملنا كده؟ أو كانت أفريقيا ما تعرفش لسه الضغط العالي الضغط اللي بتعمل اللي هو الوداد عمله مع الاهلي بخمسه كل ما بتكلم في الحاجات دي بقول للناس شوفوا الماتش تاني شوفوا ماتش الاهلي والوداد شوف ماتش اثيوبيا ومنتخب مصر لما بيبقى علينا ضغط عالي ما بنعرفش نطلع بالكوره صح واحنا ما بنعرفش نعمل الضغط العالي ده ما كانش موجود في 2008 و2006 و2010 صح لا الكره اتغيرت عشان الكره اتغيرت واحنا ما اتغيرناش احنا في فجوه كبيره جدا الفجوه دي عمرها 12 سنه على الاقل يعني احنا في ازمه بقى 12 سنه اه يا احنا متاخرين بقى 12 سنه عن الباقي اه متاخرين فعلا لان كمان المهارات بتاعه لعيب الكوره دلوقتي تختلف عن المهارات اللي كانت موجوده في لغايه 20 عشر... انا بضرب مثل ب 20 عشر لان ده التوب البيك بتاع منتخب مصر صح ثلاث بطولات ورا بعض على امم افريقيا دي حاجه كبيره جدا. آه المهارات اللي كانت موجوده كانت بتسمح ان لعيب الوسط بتاعنا يستلم ويبص ويعمل اختيارات يشوف اختيارات تمرير ويمرر. ويلاقي مساحه يشوط ويلاقي مساحه يتحرك. لا دلوقتي لا دلوقتي شوف منتخب الجزائر لما لعب في مصر هنا م. في 2019، شوف الضغط العالي اللي كان بيعمله. صح شوف في ماتش المتشو من الماتشات ومش هنسى المشهد ده منتخب الجزائر كوره في وسط الملعب في الدايره بتاعه السنتر وكسبان 3-0 مش فاكر ماتش ايه لكن المهم اربعه من منتخب الجزائر هجموا على اللعيب اللي في دايره السنتر معاه الكوره بحاله ضغط شرس جدا عشان يستخلصوا منه الكوره اللي هو انا يا اما اخد منك الكوره يا اما اقفل منك زاويه التمرير في النهايه مش هتعرف تتحرك وده بقى كل ده كل ده بيحصل باستمرار استخلاص وبعدين انفجار في الملعب اللي يعني اللعيبه تتحرك وبعدين أه 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 بناء هجمه بمنتهى السرعه كل ده احنا ما بنعملوش لا مع كروش ولا مع كوبر ولا مع عبد السميع ولا مع ايهاب جلال ولا ولا اي حد علشان كده لما كان كارلوس كروش موجود كان الكلام على ايه؟ اهو ده احسن اللي هنقدر نعمله انت مش تقدر تعمل احسن من كده لما الناس كانت تتحدث عن كره هجوميه وكره دفاعيه وانك تعرف ازاي تعمل تحولات من الدفاع للهجوم وتعرف ترجع بسرعه للدفاع ده مش منطقي دلوقتي بص يا دلوقتي. كريم انا بقولها جمله كده واضحه م. الفريق اللي ما يعملش ضغط عالي احيانا وضغط حتمي في ملعبه م. نص الملعب ما نص الملعب ده بتاعك صح. اللي بي اللي, بي اللي بيسمح ان الخصم او المنافس قال يعني بقى ما تقولش خصم قول منافس يعني دي حاجه لا هي م. حتى الترجمه الانجليزي بتبقى يعني خصم يعني مش مهم اللي, اللي اللي تسيب المنافس بتاعك يستلم كوره في ملعبك انت ما بتلعبش كوره ما بتلعبش كوره خلاص صح بجد يعني صح لا ترقى للمستوى الاقليمي او القاري او الدولي طبعا يعني م.